بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النادي الأهلي، نرحب بحضراتكم دكتور وائل أبو العزم معلقا وإخراج مجموعة إخراج قناة النادي الأهلي، ترحب بحضراتكم وسهرة رمضانية سعيدة ومباراة كرة السلة بين فريقي الأهلي وسبورتنج في إطار دور الثمانية لنهائي دوري السوبر. بيمثل فريق الأهلي النهاردة عمرو الجندي، سيف سمير، إبراهيم الجمال، محمد حسني الجرحي، جاكسون، أحمد مهيب، عبد الفضيل إبراهيم، عمرو زهران، محمود وليد عبد المحسن، أحمد حمدي، عمر طارق، حاتم البحيري، والإدارة الفنية الكابتن أشرف توفيق مدير فني، والكابتن سيد مصطفى مدرب عام، والكابتن أحمد الجرحي مدرب، والمدير الإداري كابتن طارق الغنام اللي بنقول له الحمد لله على السلامة، والإداري دكتور وليد الخراط، والطبيب دكتور أحمد عادل، وأخصائي علاج الطبيب هيثم عاطف، وأحمال كابتن العشري، أما أخصائي المهمات محمد الكاس. وبيمثل سبورتنج مؤمن مكرم، عبد الرحمن خالد، احمد هشام، يوسف رفعت، عز فريد، باسم الليسي، يوسف شحاته، محمد صلاح، ابراهيم حجازي، اشرف ربيع، احمد ياسر، محمد خرشد، والاداره الفنيه كابتن وائل بدر والكابتن طارق صبحي والكابتن هيثم كمال، والمدير الاداري كابتن سامح صلاح والكابتن اسلام الشبكاتي. وبدا اللقاء والاهلي بزيه الاحمر التقليدي، وتصويبه في سن الحلقه من فوق من الجرحي، ترد تاني على طول لجاكسون اللي بيصوب جاكسون وبيحسبها بنقطتين. حكامنا النهارده كابتن وائل عبد الحي، محمد المنشاوي، وخالد الجمل، وبيراقب المباراه كابتن احمد كامل. الكوره مع سبورتنج، باسم الليسي، وتصويبه تتلم الكوره على طول للنادي الاهلي، جاكسون طويله الناحيه الثانيه لعمرو الجندي، المودي ليه جاكسون تاني، وداخل جاكسون ودنك، اول دنك جميل في المباراه، ساحقه جميله من سيف سمير، وتبقى النتيجه 4-0. وفي اول توقف اقول لحضراتكم على موقف الفريق، الكوره مع سبورتنج، احمد هشام، وتصويبة في سن الحلقة يلمها جاكسون، ومحاولة تاني لسبورتنج، وبيسجل نقطتين يوسف شحاتة، تبقى النتيجة 4-2. جاكسون مع كرة الجرحي، الجرحي داخل وبيعدي، يلعبها لعمر الجندي، سيف سمير، الجندي، والجندي الناحية التانية المودي للجرحي، تتقطع الكرة وداخل إبراهيم حجازي، وخطأ شخصي بيحتسبه الكابتن وائل عبد الحي على عمرو الجندي، واحتسب النقطتين 4-4 ورمية حرة إضافية. إبراهيم حجازي يصوب الرمية الحرة، بينجح في تسجيلها 5-4. كرة مع الجرحي، بيقفل عليها أحمد هشام، يلعبها لجاكسون، تاني مباراة لجاكسون، وبيقف في الهواء ويصوب جاكسون، وترد تاني وينجح، برافو احمد حمدي، يسجل نقطتين 6-5. وكوره مع احمد هشام، احمد لباسم الليسي، والناحيه التانيه، ودخول على الباسكت وتصويبه يلمها على طول احمد حمدي، يلعبها للجرحي، الجرحي بيقفل عليه ابراهيم حجازي، يلعبها لجاكسون ناحية الشمال، جاكسون لأحمد حمدي، عمرو الجندي، وعمرو، وفاضل 4 ثواني، ويلا يا عمرو، وبيسقط تحت الباسكت، ومحاولة ومخالفة المشي بالكرة على أحمد حمدي، استهلك زمن 24 ثانية فريق الأهلي، وفي الآخر ارتكب
احمد حمدي مخالفه المشي بالكوره وهو بيحاول انه يدخل يصوب. كوره مع احمد هشام لباسم الليسي. اشرف ربيع في سن الحلقه يلم على طول سيف سمير للجرحي لعمرو، وداخل عمرو يعدي لجاكسون، وتصويبه في سن الحلقه من جاكسون، وترد ومحاوله تاني من احمد حمدي، تتلم الكوره واحمد هشام وبيصوب احمد هشام في سن الحلقه ويلحق كورته تاني. ابراهيم حجازي بيعدي ابراهيم ويلعبها لاشرف ربيع اللي بيصوب، يلمها سيف سمير للجرحي الناحيه الثانيه للجندي، ولسه ما شفناش ثلاثيات الجندي. الجرحي وداخل الجرحي يرجع تاني للجندي، هيلحقها قبل نص الملعب ويعدي الجندي وداخل الجندي. ويا سلام يا جندي، يا سلام يا جندي، يا سلام يا جندي، بيعدي ودبل جامب في الهواء وبيسجل نقطتين 8-5. احمد هشام، ابراهيم حجازي، يوسف شحاته، وبيصوب يوسف ثلاثيه. يوسف اول ثلاثيه في المباراه من نصيب يوسف شحاته. جاكسون وتصويبه كاد ان يفعلها الجرحي، يعني رايحه شكلها حلوه لكن الفاول اثر عليها فجت قصيره وخد خطا شخصي من الكابتن احمد الجمل بثلاث رميات حر. هيصوب الرميه الحره الاولى سن الحلقه. دايما بنقول الرميات الحره سلاح مكسب وخساره، لازم نبقى مركزين قوي في الرميات الحره. بينجح في تسجيل الثانيه ولسه الرميه الثالثه. 9-8 وخمس دقائق وبينجح في تسجيل الثالثه. 10-8 واحمد هشام، باسم الليسي لاشرف ربيع، اشرف ليوسف شحاته، يوسف بيعدي يطلعها بره للليسي، والليسي بيصوب في سن الحلقه يلمها سيف سمير للجندي، وبسرعه يا جندي معدي الجندي، بيهدي الجندي يسقطها تحت الباسكت جميله لاحمد حمدي اللي بيلف ويتخلص من دفاعه ويسجل خطفيه 12-8. فاول توقف اقول لحضراتكم موقف الفرقتين حتى الان، وتصويبه من يوسف شحاته ثلاثيه، الثلاثيه الثانيه ليوسف، وبيحسب خلاص فاضل ثانيتين على الثمان ثواني، بيعديها بسرعه الجندي قبل الثمان ثواني لجاكسون، احمد حمدي لجاكسون ثلاثيه. جاكسون ثلاثيه، اول ثلاثيه لجاكسون في المباراه. 15-11 احمد هشام، الليسي، يوسف شحاته لاحمد هشام، يوسف شحاته بيقفل علي جاكسون وداخل معاه جاكسون، واشرف ربيع بيصوب يلمها سيف سمير لجاكسون، وبيبتدي جاكسون هجمه من ناحيه اليمين، عمرو الجندي بيظهر له بياخد منه الكوره، داخل عمرو طلعها تاني لجاكسون بره، وجاكسون لعمرو، وفاضل ست ثواني، وتصويبه في سن الحلقه من الجندي، والكوره مع شحاته لاشرف ربيع لشحاته تاني، الليسي وداخل الليسي وبشماله الليسي بيسجل نقطتين لسبورتنج. 15 الاهلي، 13 سبورتنج. الجرحي، سيف سمير، الجندي، انا شايف عمر طارق بيجهز عشان ينزل، وجاكسون داخل وبتخبط في الحلقه من جوه وترد، وكابتن وائل عبد الحي موقف
الملعب في إصابة لأشرف ربيع، بيخرج أشرف ربيع بنقول له سلامات، وبيخرج سيف سمير وبينزل عمر طارق. يوسف شحاتة، أحمد هشام شحاتة، وتصويبة في سن الحلقة يلمها الجرحي للجندي. للجندي يلعبها لأحمد حمدي، لعمر طارق للجندي، وخطأ شخصي. كابتن أحمد خالد أحمد الجمل بيقول خطأ شخصي من الحد الجانبي. خطأ شخصي على يوسف شحاتة، وبيخرج الجرحي وبينزل حاتم البحيري. جاكسون وتصويبة باتنين. كابتن خالد الجمل بيقول دايس على القوس، ولكن شكلها حلو، شكلها حلو يا جاكسون. يعني لسه احنا بنقول تاني مباراة لجاكسون، وكل جماهير مستنية تتفرج على جاكسون ومهارات جاكسون. ويقطع الكرة، ولكن الكابتن وائل عبد الحي بيحتسب على طول عرقلة للكرة بالقدم. شحاتة وتصويبة بنقطتين، تبقى النتيجة 17-15، والكرة مع جاكسون. جاكسون بيعدي يلعبها الناحية التانية للجندي في سن الحلقة، ياخدها عمر طارق، ويا سلام يا طارق، يا سلام يا عمر، بيطلع عمر ويسجل نقطتين 19-15. إبراهيم حجازي، عبد الرحمن خالد، قصيرة يلمها على طول الأهلي البحيري، الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق، وخطأ شخصي. يعني خطأ شخصي، محمد صلاح بيقول للكابتن ولا بحي مش أنا، هو يعني بصراحة يعني الاتنين قافلين عليه ومرتكبين الخطأ الشخصي، ولكن هو احتسبوا على الكابتن، كابتن وائل عبد الحي احتسبوا على عبد الرحمن خالد. رميتين حرتين لعمر طارق. هيصوب الرميه الحره الاولى، ما ينجحش في تسجيلها. بيصوب الثانية ما ينجحش في التسجيل، يلم الكرة سبورتنج. يوسف شحاتة بيعدي شحاتة نص الملعب ليوسف رفعت، يوسف شحاتة يطلعها بره لمحمد صلاح، ليوسف رفعت وتصويبة يلمها على طول البحيري، وهجمة مرتدة سريعة للجندي. الجندي بيقف على كورته يرجعها لحاتم البحيري، حاتم داخل يسقطها لعمر طارق تحت الباسكت لاحمد حمدي، وياخد خطا شخصي برميتين حرتين. بيخرج يوسف شحاته وبينزل عز فريد من سبورتنج، وفي تحذير الكابتن خالد بيحذر محمد صلاح، والكابتن محمد المنشاوي جه برضه بيحذره بيقول له اي كلمه تانية او اي اعتراض في خطا فني. بيصوب احمد حمدي الرميه الحره الاولى ما ينجحش في التسجيل، هيصوب الثانيه، والثانيه في سن الحلقه يلم الكره على طول صلاح ليوسف رفعت من ناشئين 20 سنه. ليوسف محمد صلاح لابراهيم حجازي، وتصويبه في سن الحلقه يلمها على طول احمد حمدي البحيري. البحيري يلعبها لاحمد مهيب للبحيري،
وتصويبه وهو بيقع عايز يلحق الثواني اللي فاضله من زمن الفتره الاولى، ولكن ما ينجحش في التسجيل. وبكده بتنتهي الفتره الاولى اعزائي المشاهدين بتقدم النادي الاهلي 19 سبورتنج 15. عودة مرة أخرى أصدقائي الأعزاء وأحداث الفترة الثانية والكورة مع سبورتنج، وأفكر حضراتكم بالنتيجة 19 الأهلي حتى الآن 15 سبورتنج. والكورة مع سبورتنج، بيقطع كرة عمرو وهجمة عمرو، اتنين على واحد وداخل عمرو وداخل عمرو، يا سلام يا عمرو، بيسجل عمرو نقطتين 21-15. والكورة مع سبورتنج، يوسف رفعت يلعب لابراهيم حجازي، اشرف لابراهيم وبيعدي ابراهيم، يلعبها لاشرف ما يعرفش يمسك كورته اشرف وتخرج اوت سايد لصالح الاهلي. شايف انا عمرو الجندي كده بيحمس زمايله وبيطلب من الاحتياطي انهم يشجعوهم ويعلوا من روحهم المعنويه داخل الملعب. البحيري الجندي، احمد مهيب، وخطا الشخصي كابتن وائل عبد الحي بيقول من الحد الجانبي، خطا الشخصي على اشرف ربيع، تتلعب من الحد النهائي عمر طارق للبحيري، احمد مهيب الجندي وبيعدي الجندي وبيخترق ويطلعها بره، وتصويبه ثلاثيه احمد مهيب، ثلاثية أحمد مهيب، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن وائل بدر المدير الفني لسبورتنج 24-15، وفرصة في الوقت المستقطع. هقول لحضراتكم موقف الفريقين حتى الآن. في الدور الأول كان لقاء الفريقين انتهى بفوز سبورتنج 74-69، وفي الدور الثاني فاز الاهلي 79-70. اما امس في المباراه الاولى من بيست اوف 5 فاز سبورتنج 74-57. وكان في نفس اليوم امبارح كان في ثلاث مباريات تانيين اتلعبوا، كان الجزيره وسموحه، فاز الجزيره 87-69، والزمالك واتصالات فاز الزمالك 76-47، والاتحاد وطلائع الجيش فاز الاتحاد 79-63. طبعا احنا عارفين ان النادي الاهلي فاز السنه دي بكاس مصر سيدات وببطوله الجمهوريه تحت 18 سنه بقيادة كابتن عمرو صابر، والسيدات بقيادة كابتن علي هاشم. وفي بطولة القاهرة فاز كابتن إسلام الكيلاني بفريق 16 سنة ببطولة القاهرة، ولسه ما زالت بطولة 16 وال 14 بتلعب حتى الآن. وفي مباراة فاصلة ما بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين الجاي في نهائي ال 20 سنة. طبعا الأهلي رجال كان فاز ببطولة المرتبط، والسيدات فاز ببطولة المرتبط أيضا. الكرة مع سبورتنج، عز وتقطع الكرة واوت سايد لصالح سبورتنج، اوت سايد لصالح سبورتنج، بيلعب الكرة ليوسف رفعت، شحاتة يطلعها بره العز اللي بيصوب في سن الحلقه، يلمها البحيري الناحيه الثانيه للجندي، الجندي طارق بيعمل له ستار ولكن بتتقطع منه الكوره، ياخدها يوسف رفعت وداخل يوسف يرجعها ورا لعبد الرحمن خالد اللي بيسجل نقطتين لسبورتنج، تبقى النتيجه 24-17. البحيري يلعبها لاحمد حمدي، الجندي عمر طارق احمد مهيب، ولسه التحضير من بره وتصويبه في سن الحلقه ودخول من عمر طارق وخطا شخصي على عمر طارق. كابتن محمد المنشاوي بيقول ان عمر طارق دفع دفاعات سبورتنج وهو بيلم الكوره،
24-17 وكرة مع سبورتنج. يوسف رفعت ليوسف شحاتة، عز ليوسف رفعت يطلعها بره تاني لعز، ويوسف تصويبه بينجح يوسف انه يسجل ثلاثية. 20-24 اعتقد ان الكابتن اشرف توفيق هيفرض حراسة على يوسف شحاتة لانه مميز بالثلاثيات، وداخل البحيري طلعها بره لكن طويلة على احمد مهيب ما يلحقهاش وتخرج اوت سايد على النادي الاهلي. 24-20 24-20 وكرة مع سبورتنج. يوسف رفعت لشحاتة، يوسف شحاتة اللي بيصوب في سن الحلقة. بقول لحضراتكم سبورتنج بيعتمد على تصويبات يوسف شحاتة، واعتقد يعني شايف كده بيبتدي يتمسك اهو. عبد الرحمن اشرف وتصويبه نقطتين مع اخر ثانيه من زمن الهجمه. 24-22 وجاكسون والكابتن وائل عبد الحي بيحتسب خطا على المهاجم على عمر طارق، برضه بيقول في دفع كده وهو بيتحرك. شايف في تغيير بيجاز وفي هينزل عبد الفضيل ابراهيم. والكابتن وائل بيطلب من الاجهزه الفنيه الالتزام بالخمسه متر. كابتن وائل عبد الحي رئيس فريق التحكيم. خرج عمر طارق ونزل عبد الفضيل ابراهيم. يوسف يلعب على العز وطويله لاشرف لعبد الرحمن ليوسف شحاته وداخل ويلعبها لاشرف وتصويبه تتنطط على الحلقه يلمها جاكسون للبحيري، حاتم البحيري وداخل حاتم وداخل، يا سلام يا حاتم، ولكن تنطط على الحلقه وتروح على طول لعبد الفضيل لجاكسون يلحقها قبل الاوت وتصويبه من مهيب ياخدها البحيري. جاكسون في نص الملعب وبيصدر قدمه اشرف ربيع، وبالتالي الكابتن محمد المنشاوي بيحتسب مخالفه عرقله الكره وبيجدد زمن الهجمه ل 14 ثانيه. هينزل سيف سمير نشوف مين اللي خارج. هيخرج عبد الفضيل بنقول له سلامات، لسه نازل ورجليه كده تقريبا اتجزعت في الكره الاخيره، بنقول له سلامات يا عبد الفضيل. جاكسون داخل، جاكسون يلعبها الناحيه الثانيه ولكن تتقطع الكره وهجمه وداخل عبد الرحمن اللي بيسجل نقطتين. 24-24 وتعادل والمباراة قمة في الإثارة. جاكسون الجندي الناحية التانية للبحيري والبحيري بيعدي وبيعترضه يوسف بخطأ شخصي بيحتسبه الكابتن خالد الجمل، هيستوجب إدخال الكرة من الحد النهائي. أحمد مهيب يطلع الكرة يلعبها لسيف سمير للبحيري الناحية التانية لجاكسون. يا سلام يا جاكسون، يا سلام يا جاكسون، صحينا يا جاكسون. الثلاثية التانية لجاكسون 27-24
وخطأ الشخصي على أحمد مهيب. عز داخل عز وبيصوب عز يلم الكرة سيف سمير لجاكسون وتصويبة وخطأ الشخصي على عز فريد هيستوجب ثلاث رميات حرة لسه زي ما قلت لحضراتكم كل الجماهير منتظرة جاكسون ثلاث رميات الكابتن وائل بيأكد كده هنشوف هيصوب الرمية الحرة الأولى ده هو مدي شكله كده مدي رميتين شايف كابتن احمد خالد احمد الجمل رفع ايده برميه واحده وبينجح في تسجيل الرميتين 29 24 واربع دقائق 45 ثانيه على نهايه احداث الفتره الثانيه والشوط الاول يوسف وتصويبه من يوسف يلم بقى اشرف ربيع على طول سيف سمير لبحيري احمد مهيب وداخل مهيب يطلعها بره لوحده جاكسون في سن الحلقه جاكسون شكلها حلو يا جاكسون لوحدك وتصويبه سن الحلقه تاني ودي تاني مباراه لسه لجاكسون وداخل عز يطلعها بره ليوسف لاشرف ويصوب اشرف ربيع ويلمها عز فريد من سيف سمير عبد الرحمن خالد ليه اشرف ربيع ليوسف ويصوب يوسف وتنتهي زمن الهجمه ولكن الكره لمست الحلقه والحكم بيقول العب ويلمها تاني على طول عبد الرحمن خالد ولاعيبه الاهلي وقفت اول ما سمع صفاره ال 24 الكابتن اشرف توفيق منفعل عليهم اهو لان سمعوا صفاره ال 24 ثانيه فوقفوا مطرحهم ولكن الكره لمست الحلقه لما الكره عبد الرحمن خالد وسجل نقطتين يرفع النتيجه ل 26 سبورتنج 29 الاهلي. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي. واضح كده ان هو مش عاجبه الدقيقتين ثلاثه اللي فاتوا من اداء الفريق وهيبتدي يعدل السلبيات اللي هو شايفها. لان يفرق طبعا مع النادي الاهلي الماتش النهارده على الاقل لما يروح يلعب في اسكندريه لسه فيه ماتشين هناك يبقى قدامه فرصه يحسن او يسعى للفوز بالمباراتين هناك انتهى الوقت المستقطع والحكام بتتوجه ليه مقاعد احتياط الفريقين عشان خاطر ينزلوهم ارض الملعب والكورة مع النادي الاهلي البحيري وشايف الجمال نزل لجاكسون والبحيري وتصويبه جنب الحلقة يلمها على طول سبورتنج يوسف لعبد الرحمن خالد عز احمد هشام والناحيه الثانيه على طول ليوسف اللي بيصوب سن الحلقه تروح لجاكسون هنا ما فيهاش حاجه لان طالما واقف على الخط ما فيهاش حاجه طالما لسه في اتجاه اللعب والكره مع الجندي
ويا سلام يا جاكسون، بيدخل جاكسون وسط العمالقة والأطوال وبيسجل نقطتين، 31-26. يوسف أحمد هشام لعز، لهشام في سن الحلقة، يلمها جاكسون، جاكسون بيعدي نص الملعب وبيعدي الأول والتاني وداخل، ويا سلام يا جاكسون، يا سلام يا جاكسون، يعني مهارات وفنيات ولمحات بتطلع معاها أحلى الكلمات. يعني هيبتدي جاكسون هو يقدم أوراق اعتماده لجمهور النادي الأهلي، وقت مستقطع بيطلبه الكابتن وائل بدر. النتيجة 31-26، 5 بونت فرق ودقيقتين و15 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثانية والشوط الأول. ومؤكد إن جاكسون يمكن كده قراءة المستوى الفني، إن واحدة واحدة هيظهر وهيبقى هيقنع بيه الجماهير اللي بتسأل عليه بقالها كام يوم، لأنه واضح كده من لمساته إن هو لعيب مميز وصاحب مهارات عالية. انتهى الوقت المستقطع أعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان، مشاهدي قناة النادي الأهلي وكابتن محمد المنشاوي بيتوجه لبنج سبورتنج بيقول لهم اتفضلوا انزلوا الملعب، ويتوجه لبنج الأهلي برضو بيقول لهم اتفضلوا انزلوا أرض الملعب. وبتنزل لعيبة سبورتنج ولعيبة الأهلي نازلة. بيطلع الكورة أحمد هشام، يوسف شحاتة، يوسف لليسي اللي بيصوب في سن الحلقة، يلمها سيف سمير للجندي، والجندي بيعدي بيستنى زمايله، يلعبها للبحيري وداخل البحيري، يا سلام يا بحيري، يا سلام يا بحيري، بحيري بيعدي كده ويفوت احمد هشام من قدامه ويفضل نفسه السكه ويسجل نقطتين وياخد خطا شخصي برميه حره اضافيه. 36-26 سن الحلقه، يلمها على طول سبورتنج، الليسي لهشام، احمد هشام، يوسف شحاته، عز فريد الناحيه الثانيه للليسي، ليوسف، احمد هشام، وتصويبه وخطا شخصي على عمرو الجندي، هيستوجب 3 ترابيات حره. يعني هو الجندي مد ايده كده ولحق نفسه ورجع ايده، ولكن كان قرار الكابتن محمد المنشاوي على طول لقطها، يعني مش عايز اقول خد بالنوايا، ولكن الجندي بيمد ايده فهو على طول قام ايه حسب الخطا الشخصي. بيسجل الرميه الحره الاولى. ويلم سيف سمير، 35-27، جاكسون، يا سلام يا جاكسون، شكلها حلو، شكلها حلو، ولكن عايز يظبط شوية. الليسي ليش حاتة، شحاته قافل عليه الجندي، بيعمل له ستار، وتصويبه ثلاثيه لسبورتنج، الليسي، اول ثلاثيه للليسي،
30 35 و40 ثانية. الجمال للجندي وداخل الجندي وبيخترق الجندي ويصوب وما فيهاش حاجة، بيقول العب. و أحمد هشام بيصوب، أحمد هشام ويلم الكرة سيف سمير ولكن ما يعرفش يمسك كورته وتخرج اوت سايد على النادي الاهلي. في تغيير، بيخرج الجندي وبينزل احمد حمدي في صفوف النادي الاهلي. كابتن منشاوي بيقول للكابتن وائل بدر ارجع الخمسة متر لو سمحت. والكابتن وائل عبد الحي بيقول للكابتن سيد مصطفى لو سمحت اتفضل اجلس. وهو القانون بيقول واحد بس اللي يبقى واقف. يوسف شحاتة، أحمد هشام، شحاتة بيسقطها لعبد الرحمن، لأحمد هشام في سن الحلقة مع نهاية زمن الهجمة، ولكن ما زلنا في أحداث الفترة الثانية. وتصويبة ما ينجحش في تسجيلها جاكسون، وبتنتهي أحداث الفترة الثانية والشوط الأول أعزائي المشاهدين بتقدم النادي الأهلي 35-30. بنشكر حضراتكم وعودة إلى استوديوهاتنا بالنادي الأهلي على أمل اللقاء مع أحداث الشوط الثاني بفترتين. كان معكم دكتور وائل أبو العزم. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه الاهلي، دكتور وائل ابو العزم ارحب بحضراتكم ويسعدني ان انقل لحضراتكم الوصف والتعليق على احداث الشوط الثاني بفترتين من لقاء الاهلي وسبورتنج. بدايه اقدم تحياتي وشكري للكابتن هيثم السعيد وضيفه الكريم الكابتن كريم ضيف، وبدا احداث الفتره الثالثه والكوره مع النادي الاهلي. جيمس، انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بتقدم الاهلي 35-30 ومحاوله على التهديف وخطا شخصي كابتن خالد الجمل بيحتسبه على سبورتنج، هيستوجب ادخال الكره من الحد النهائي. سيف سمير، البحيري، جاكسون، ومخالفة المشي بكرة على أحمد حمدي، بيديله كرة وعلى طول لقى المكان فاضي قدامه، انطلق من الثبات فاحتسب على طول الكابتن منشاوي مخالفة المشي بالكرة. بيحكم لقاء اليوم كابتن وائل عبد الحي وكابتن محمد المنشاوي وكابتن خالد الجمل، ويراقب المباراة كابتن أحمد كامل مراقب مدير المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة. جاكسون، بيعدي جاكسون يلعبها للبحيري وتحت الباسكت لسيف سمير وطالع سيف. يا سلام يا سيف، يا سلام يا سيف، 37-30 من اللعيبه المميزه واسره كلها لاعبي باسكت سيف سمير. والكره مع جاكسون وخطا الشخصي على يوسف شحاته، هيستوجب ادخال الكرة من الحد الجانبي. وابراهيم الجمال هيطلع الكرة. جاكسون، حمدي، احمد حمدي تحت الباسكت لسيف سمير. لا يا سلام يا سلام، تاني وبيطلع وبيكمل ولكن حظه سيء، ولكن الدخلة كانت مميزة والكرة بتخبط في الحلقة من جوه وترد، يكرر تاني ولكن ما ينجحش في التسجيل أحمد حمدي، وتروح الكرة أحمد هشام للليسي لأحمد هشام، وداخل أحمد بيقفل عليه سيف سمير، ومحاولة للتهديف ناجحة من عبد الرحمن خالد. 37-32 جاكسون، بيعدي جاكسون يلعبها الناحية التانية للجمال، أحمد حمدي يصوب من الثبات، أحمد حمدي ما ينجحش في التسجيل، يلم الكرة على طول إبراهيم حجازي، بيعدي إبراهيم يلعبها بره ليوسف شحاتة لعبد الرحمن خالد،
اللي بيصوب وبتلمس الكوره، بيشيل الكوره كده سيف سمير وبتلمس الليسي وهي خارجه، والكابتن خالد جمر على طول بيحتسبها اوت سايد للنادي الاهلي. حاتم البحيري، سيف سمير لحاتم، حاتم بيندي على جاكسون، بيجي له جاكسون للجمال، وما شفناش ثلاثيات الجمال لسه، وداخل الجمال يلعبها لسيف سمير وتصويبه في سن الحلقه، تروح على طول ليوسف شحاته، يوسف لليسي، عبد الرحمن خالد ترجع له الكوره لليسي ناحيه اليمين، يرجع لنص الملعب و8 ثواني، وتصويبه بتخبط فوق وتلمها ويلمها على طول الاهلي للجمال، داخل الجمال يطلعها للبحيري، للجمال ناحيه اليمين وتصويبه في سن الحلقه، وتلمس ايد احمد حمدي وتخرج اوت سايد لصالح سبورتنج. بينزل الجندي وبيخرج احمد حمدي، ما شفناش ثلاثيات الجندي لسه. الناحيه الثانيه لاحمد هشام، ليه عبد الرحمن خالد اللي بيصوب بنقطتين 37 34، جاكسون بيعدي جاكسون للجندي وهيفكر الجندي، لا بيعدي ويكمل وياخد خطا شخصي. هنشوف الكابتن وائل عبد الحي هيحتسبه برميتين ولا بيحتسبه برميتين في حال التصويب. خطأ الشخص الثاني على باسم الليسي، بينجح بالتسجيل عمرو الجندي 38 34، هيصوب الرميه الحره الثانيه، بينجح بتسجيلها وتغيير، بيخرج سيف سمير وبينزل عمر طارق، بيبقى الجندي وعمر طارق فايقين مع بعض بيعملوا الشغل جميل قوي جوه الملعب. بيوقف الملعب ال 24 ثانية ما كانتش شغالة، والكابتن منشاوي بيقول نزل منها خمس ثواني. يطلع الكورة هو ثبت على 14 ثانية بحيث أما يوصل لها هيحسب التسع ثواني مانوال. الليسي وتصويبه من عبد الرحمن، يلم الكره البحيري ياخدها جاكسون وتصويبه، يا سلام يا جاكسون، يا سلام يا جاكسون، بيصحينا جاكسون بالثلاثيه الثالثه له 42 34. بقول لحضراتكم جاكسون واضح انه فنياته عاليه، ولكن مع الوقت هيثبت نفسه عند جمهور النادي الاهلي. وكرة مع الجندي، البحيري، البحيري ويصوب البحيري، ياخدها عمر طارق وخطه فيه ما ينجحش في التسجيل، يلمها على طول سبورتنج والليسي، وخطا شخصي بيحتسبه الكابتن وائل عبد الحي على عمر طارق، هيستوجب رميتين حرتين. بيقول له عمر طارق انت زقيت، بيقول له لا انا طالع فوق، ولكن هنقول ايه يا عمر، الحكم هو سيد الموقف. شاب بيحضر اللقاء معالي الوزير العامري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وبعض اعضاء مجلس الاداره. الكورة مع الجندي 42 34، البحيري، جاكسون وتصويبه، يا سلام يا جاكسون، بقول لحضراتكم
جاكسون لعيب مميز وقوله وائل ابو العزم قال. الثلاثيه الرابعه لجاكسون. 45 34 وتصويبه من الليسي يلمها جاكسون. جاكسون قدام يقطعها الليسي اوت سايد بيلعبها للجمال ولكن الجمال كان مغطي عليه عمرو والليسي فما شافش الكوره ولكن الليسي قطع له الكوره خرجها اوت سايد وبيغير الليسي وبيخرج ابراهيم حجازي وبينزل احمد ياسر من ناشئين 18 سنه في سبورتنج ومحمد صلاح بينزل مكان الليسي. اوت سايد على النادي الاهلي. شحاتة. جاكسون بيقطع الكرة داخل جاكسون. الجندي معاه. الجندي ويصوب الجندي. وتتقطع الكرة. ياخدها على طول أحمد ياسر. اللي طالع لوحده أحمد ياسر من ناشئين 18 سنة لسه الخبرة بتاعته. ولكن في صالح الأهلي بتروح على طول وعمر طارق يا سلام على الباصة واحد واثنين وثلاثة من جاكسون أربعة عمر طارق يطلع يسجل عمر طارق 45 34 ثلاث دقائق 36 ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن وائل بدر. زي ما حضراتكم شايفين كده لاعبي الأهلي بيهنوا بعض على الأداء الست دقائق وأربعة وعشرين ثانية اللي عدوا. الفرق 9 بونت حتى الآن. مؤكد كابتن أشرف توفيق هيأكد على السلبيات اللي هو شايفها في فريق سبورتنج هيحاول يلعب عليها. يحاول ان هو يزود نسبة التصويب لجاكسون لان جاكسون هيفرق كتير قوي في الثلاثيات. لان الثلاثيات بتفرق طبعا في نتيجة المباراة بتوسع الفرق او اسرع حاجة لتوسيع الفرق بسرعة. انتهى الوقت المستقطع. وفرصة أقول لحضراتكم إن اجتمع مجلس إدارة الاتحاد النهاردة مع ممثلي الأندية وقرروا إن المباريات الدور الثمانية هتنتهي يوم 24 ومباريات الكاس دور قبل النهائي والنهائي هتتلعب للنهاية وبعد كده هيقف الدوري 30/4 لمشاركة الزمالك في بطولة أفريقيا وبعد بطولة أفريقيا هيستأنف الدور قبل النهائي والنهائي في الدوري الممتاز. وتصويبة بخطأ شخصي لصالح أحمد ياسر. ما ينجحش في التسجيل الثانية. هيصوب الثالثة. ما ينجحش في التسجيل لما البحيري. البحيري لعمر طارق للبحيري تاني. الجمال. وسبورتنج بيلعب مان تو مان وجاكسون
الجندي مفضي نفسه لجاكسون، وجاكسون بيعدي لعمر طارق اللي بيصوب مع نهاية زمن الهجمة، ولكن تروح لسبورتنج. محمد خرشد لأحمد ياسر، ويا سلام يا جندي، يا سلام يا جندي، ولكن تتنطط على الحلقة وتروح لسبورتنج، ويا دخول ونقطتين لعبد الرحمن خالد. خطأ شخصي لصالح الجمال، والجمال بيقول لعبد الرحمن خالد بالراحة شوية، والكابتن وائل عبد الحي اهو بيحضر الحوار ما بينهم، وهنشوف وقام الجندي اهو هو اللي بيطبطب على عبد الرحمن. ورمضان كريم يا بيخرج الجمال، وبينزل سيف سمير واحمد مهيب، وعمر طارق بيخرج، البحيري، عمرو الجندي، وعمرو داخل يلعبها بره للبحيري لمهيب في سن الحلقه، يلمها على طول محمد خرشد، وتحت الباسكت لاحمد ياسر وشلاله البحيري، ولكن الكابتن وائل عبد الحي له راي اخر، بيقول خطأ شخصي برميتين حرتين. سبعة واربعين ستة وتلاتين ودقيقة خمسين ثانية على نهاية أحداث الفترة الثالثة. والبحيري ومهيب بيتناقشوا كده مع كابتن وائل، بيقول له أنا شلت الكرة من فوق ما جتش ناحيته. بيصوب الأولى ما ينجحش في التسجيل، هيصوب الثانية. إيه لمها؟ البحيري، سيف سمير للبحيري، البحيري للجندي، وثلاثياتك فين يا جندي؟ للبحيري، لجاكسون، لسيف سمير، وسيف وأشرف بيرتكب معاه خطأ شخصي برميتين حرتين. هيصوب سيف سمير الرامية الحرة الأولى سن الحلقة. الجندي داخل كده يشجعه، ودايما بنقول الرميات الحرة سلاح مكسب وخسارة، يعني الرميات الحرة دي أنا في رأيي إن لعيبة القمة دايما ما تفرقش زيهم زي الأمريكان المفروض في الرميات الحرة. أحمد ياسر، يوسف، أحمد ياسر، شحاتة، عبد الرحمن خالد، لا أشرف ربيع، يوسف شحاتة، وتصويبة قصيرة ولكن يلمها النادي الأهلي على طول، البحيري للجندي، بيأدي ملعبه ناحية الشمال لجاكسون، أرضية لسيف ترجع تاني لجاكسون، والجندي لسه يا جندي، لسه ثلاثياتك بعيدة النهاردة يا جندي. خمسة واربعين ثانية وسبعة واربعين ستة وتلاتين. أحمد مهيب، وداخل مهيب، وخطأ الشخصي هيتحسب على مين يا ترى؟ التلاتة كانوا داخلين عليه، حسبوا على أشرف ربيع، هيستوجب رميتين حرتين.
هيصوب الرمية الحرة الأولى، ما ينجحش في التسجيل. بينجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية 48-36. الكرة مع شحاتة، يوسف شحاتة بيقفل عليها أحمد مهيب، وأشرف بيعمل له ستار ولكن بيقلع منه أو بيطلع منه الدفاع تاني ويقفل عليه، وتصويبة بعيدة بيلمها على طول البحيري. ويا سلام على الباصة والفكرة، ولكن طويلة شوية على أحمد حمدي. يعني الفكرة جميلة، البحيري لقى المكان فاضي وبصاها سريعة لأحمد حمدي، اتأخر كده وانطلق وراه ما لحقهاش، طلعت اوت سايد، لكن الفكرة جميلة والتنفيذ يعني ما كانش مستعد لها أحمد حمدي. خطأ شخصي على مهيب، لا حسبه على سيف سمير. وانتهت احداث الفترة الثالثة اعزائي المشاهدين والمتابعين في كل مكان بتقدم النادي الاهلي 48-36 سبورتنج. ومع احداث الفترة الرابعة هنبدأ اعزائي المشاهدين والكورة مع سبورتنج. محمد خرشد، احمد ياسر يلعبها بره لعبد الرحمن خالد ليوسف شحاتة لعبد الرحمن، وخطأ شخصي على عمرو الجندي. يوسف طلع الكرة لأشرف ربيع، تروح الكرة لخرشد، يوسف وتصويبة وأوت سايد على النادي الأهلي. عبد الرحمن خالد ليوسف بيصوب في سن الحلقة يلمها الجندي، البحيري البحيري للجندي لمهيب، وبيصوب مهيب وياخد خطأ شخصي. حاسبها الكابتن وائل عبد الحي، تلات رميات حرة، ان هو ادى الاول رميتين ولكن هو كان خارج القوس، فنبهه الكابتن خالد الجمل فقال له لا تلات رميات. بيسجل الرمية الحرة الاولى احمد مهيب، بيسجل الثانية 50-36. وبيسجل التالتة 51-36. والكرة مع سبورتنج، يوسف شحاتة ليه محمد خرشد، ترجع له الكرة تاني وداخل خرشد وبيصوب يلمها أشرف لعبد الرحمن اللي بيسجل نقطتين. عبد الرحمن 51-38. والبحيري الجندي، وخطأ الشخصي على أشرف ربيع. هيخرج يوسف رفعت وهينزل عز فريد من صفوف سبورتنج. الجندي للبحيري، وبيجرب حظه البحيري وتتنطط على الحلقه، يلمها سيف سمير وصراع على الكوره واوت سايد لصالح النادي الاهلي.
الجمال، والجمال بيصوب، وخطأ شخصي على سيف سمير. كابتن خالد الجمل بيحتسب خطأ شخصي على سيف سمير، والكرة مع سبورتنج يوسف، بيعدي يوسف شحاتة وتحت الباسكت لعبد الرحمن، يعني واقف كده لابد زي ما بنقول كده، لو قلنا في كرة القدم لابد في التسلل، واقف كده في الآخر عند الاند لاين كده من غير ما حد ياخد باله، وبيدخل على طول يسجل نقطتين عبد الرحمن خالد. أحمد مهيب، سيف سمير، الجمال، حاتم، مهيب، الجندي، مهيب، وتصويبة من مهيب ما ينجحش في التسجيل، وشحاتة لعبد الرحمن خالد اللي بينطلق ويسجل نقطتين. لاعب مميز في صفوف سبورتنج عبد الرحمن خالد، 51-42. البحيري، احمد مهيب، تتقطع الكرة، اعتقد كده هيبقى في وقت مستقطع قريب للنادي الاهلي، يعني اعتقد كده كابتن اشرف توفيق هو رايح للترابيزه بيطلب وقت مستقطع، وبيتكلم مع كابتن، لا طلب تغيير، هينزل جاكسون. وبيخرج احمد مهيب. بينجح في التسجيل وفعلا وقت مستقطع، يبقى هو طلب الوقت المستقطع كابتن اشرف توفيق زي ما قلنا. ليه؟ لان استشعر ان في تقدم كده وفي نقول عدم ترابط ما بين التوليفه اللي موجوده في الفريق داخل الملعب، فعلى طول بيطلب وقت مستقطع عشان يشوف ايه السلبيات اللي وقعوا فيها ويحاول يظبط كده اللعيبه ويصحصحهم معاه في الفتره اللي جايه. 51-45، 6 بونت فرق، 7 دقايق و17 ثانيه. فكر حضراتكم نهائي كاس مصر هيقام يوم الثلاث 27 ابريل بصاله الشباب والرياضه، صاله الدكتور حسن مصطفى، بين الاهلي والزمالك والاتحاد وسبورتنج، والمباراه النهائيه هتبقى يوم 29 في صاله الشباب والرياضه، صاله الدكتور حسن مصطفى. انتهى الوقت المستقطع، الحكام بتتوجه كده للبنجات اللاعبين لاستدعائهم لنزول ارض الملعب. الجمال هيطلع الكرة، البحيري، جاكسون، وبيقف في الهوا كده وبيصوب، بيفكرنا بالكابتن هيثم السعيد ايام ما كان بيلعب، كان مميز قوي في الثلاثيات، وكان يقف في الهوا وثابت كانه واقف على حاجه، والزاويه القايمه والاستقامه، يعني لو وصفه التشريح مش عشان هو قاعد في الاستوديو، ولكن لانه نجم من نجوم مصر والنادي الاهلي، فكان مثل يدرس للناشئين في التصويبه بتاعته. يلم الكوره سبورتنج، وتصويبه ثلاثيه عبد الرحمن خالد، واول ثلاثيه على عبد الرحمن، 51-48، وجاكسون لسيف، ويصوب سيف، تتنطط على الحلقه وتعدي الناحيه الثانيه، وخطا سلوك غير رياضي بيحتسبه الكابتن محمد المنشاوي على ابراهيم الجمال، هيستوجب رميتين وحيازه. و
وفي تغيير بيخرج الجمال وبينزل احمد حمدي. هيصوب الرمية الحرة الأولى، عز فريد بينجح في تسجيلها 51-49 وبيسجل الثانية بونت فرق 51-50. يوسف لعبد الرحمن لأشرف وبيصوب سن الحلقة وخطأ شخصي على محمد خرشد. خطأ شخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. خطأ الشخصي الثالث على فريق سبورتنج. البحيري جاكسون بيعدي جاكسون يطلعها بره للجندي وداخل الجندي ويصوب الجندي يلمها سيف سمير على طول. يا سلام يا سيف، يسجل نقطتين يرفع النتيجة ل 53-50. يقطع الكرة البحيري وكده في يعني الكابتن أشرف بيقول له في زقة بالكوع، ولكن الكابتن منشاوي ما بيحتسبش حاجة والكرة مع سبورتنج يوسف. وخطأ الشخصي هيستوجب ادخال الكرة من الحد النهائي. لا في تو شوتس، الاهلي ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. يبقى اي خطا شخصي على الاهلي في حاله الدفاع، يعني في حاله ما يكون هو مدافع غير السلوك الرياضي، بيبقى على طول برميتين حرتين. ليه بنقول في حاله الدفاع؟ لان لو ارتكب خطا شخصي وهو مهاجم بيبقى خطا شخصي على المهاجم، ما بيستوجبش الشوط ولكن بتروح الكره للفريق الاخر. بيصوب يوسف بينجح في التسجيل 53-51 لصالح الاهلي. بيسجل الثانيه 53-52 والبحيري بيعدي من ناحيه اليمين البحيري لجاكسون ويقف في الهواء ويصوب وياخد خطا شخصي برميتين حرتين. خطأ الشخصي الأول على إبراهيم حجازي بينجح تسجيل الرمية الحرة الأولى جاكسون 54-52. وبينجح تسجيل الرمية الحرة الثانية 55-52. عز ليوسف الناحية الثانية لإبراهيم حجازي لعبد الرحمن ثلاثية عبد الرحمن 55-55 وخمس دقايق ومباراة قوية وداخل جاكسون وخطأ شخصي. طبعا أشرف بيقول أنا عملت إيه من ظهره وإيديه اخترقت الأسطوانة الوهمية واحتسب عليه على طول الكابتن خالد الجمل خطأ سلوك غير رياضي، اعتبره لعب على جسمه من الخلف. يعني هو ايه ما لعبش على الكره لفوق، لا هو لعب على الجسم ودفعه فعلى طول احتسب سلوك غير رياضي عليه. بيخرج اشرف وبينزل محمد صلاح هيصوب جاكسون الرميه الحره الاولى بينجح في تسجيلها 56-55. هيصوب الرميه الحره الثانيه بينجح في التسجيل 57-55 والحيازة بزمن هجمة 14 ثانية مع النادي الأهلي. جاكسون وتصويبة في سن الحلقة من جوه وترد ياخدها صلاح ليوسف شحاتة
لعز اليوسف. الناحيه الثانيه لخالد. ليوسف ليه عز. ابراهيم حجازي. محمد صلاح وتصويبه الثلاثيه مع اخر زمن. الهجمه ليوسف شحاته. الثلاثيه الرابعه قلت لحضراتكم مميز، ويعني اعتقد الكابتن اشرف توفيق هيفرض عليه الفتره اللي جايه دفاع قوي. جاكسون الجندي وخطا شخصي على عز فريد هيستوجب رميتين حرتين لان سبورتنج ايضا ارتكب اكتر من اربع اخطاء شخصيه. 57 58 سبورتنج. ما ينجحش في تسجيل الرميه الحره الاولى. ينجحش في تسجيل التانية. بقول لحضراتكم رميات الحرة بتفرق كتير. عز لخالد. محمد صلاح. يوسف شحاتة لعز. قافل عليه الجندي. لصلاح وتصويبة باتنين باتنين. الكابتن منشاوي بيقول باتنين. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن أشرف توفيق. 60 سبورتنج 57 الاهلي. 3 بونت لسبورتنج و3 دقايق 37 ثانية. وبيسألوا اهو الكابتن منشاوي الكورة دي بكام؟ الكابتن وائل بدر والكابتن سامح صلاح بيسأل بيقول له باتنين. بيقول له دايس على الخط. ثلاث دقايق 37 ثانية بيفرقوا كتير مع الفريقين وخصوصا النادي الاهلي، لان الاهلي هيحاول ان هو طبعا لازم يكسب المباراة النهاردة عشان يقدر يعوض في اسكندرية. اما سبورتنج لو كسب النهاردة المباراة هتبقى التانية له والامر هيبقى سهل له في اسكندرية. ولكن في الباسكت دايما بنقول مفيش مستحيل. انتهى الوقت المستقطع. وثلاث دقائق 37 ثانية على نهاية المباراة في واحدة من أحلى السهرات الرمضانية الرياضية. مباراة قوية ومثيرة. ولكن ما شفناش النهارده ثلاثيات عمرو الجندي ولا ابراهيم الجمال. هيفرقوا كتير قوي اما بيبقوا فايقين. نسجل ثلاثيات في الاهلي. جاكسون اربع ثلاثيات واحمد مهيب ثلاثيه. اما في سبورتنج يوسف شحاته اربع ثلاثيات وباسم الليسي وعبد الرحمن خالد كل واحد فيهم ثلاثيه. الثلاثيات بتفرق كتير في المباراة وإتقان الثلاثيات بتفرق كتير في نتيجة المباراة. أحمد حمدي للبحيري. طالع له جندي بياخد الكورة الجندي لجاكسون. جاكسون بيعدي وبيصوب. جاكسون يا سلام يا جاكسون يا سلام يا جاكسون. بيقف في الهوا جاكسون وبيسجل يعني ما شاء الله عليه. بقول لحضراتكم فعلا لعيب مميز. واوتسايد على النادي الاهلي. 59 60. واحمد مهيب هينزل ويخرج البحيري. يوسف شحاته بيعدي يوسف
وبيخترق ولكن بياخد خطأ الشخصي برميتين حرتين. خطأ شخصي على سيف سمير. هيصوب الرمية الحرة الأولى. ما ينجحش يوسف شحاتة في التسجيل، هيصوب الثانية. بينجح بالتسجيل 61-59 لصالح سبورتنج. والكورة مع جاكسون. بيعدي يلعبها لسيف، ياخدها جاكسون تاني. احمد مهيب ويصوب، يا سلام يا مهيب. 61-61 ودقيقتين 44 ثانية. عز ويقطع الكورة وداخل احمد حمدي، داخل، يا سلام يا حمدي، يا سلام يا حمدي، يا سلام على اللمحات والفنيات اللي هتخلينا نقول احلى الكلمات، ولكن هنقولها في اخر دقيقتين. ايه اللعب يعني، حاجه جميله. دخل قطع الكره وانطلق ودنك من الدنكات، لو المدرجات مليانه كانت ولعت مع الدنك ده. لمحات الجميله ما نقدرش نسكت عليها ابدا. وتصويبه في سن الحلقه يلمها مهيب لعمر الجندي، وداخل عمرو يقف على كورته يلعبها الناحيه الثانيه لجاكسون، وجاكسون، يا سلام يا جاكسون، يا سلام يا جاكسون. الثلاثيه الخامسه لجاكسون يرفع النتيجه 66-61. ووقت مستقطع بيطلبه الكابتن وائل بدر المدير الفني لسبورتنج. دقيقتين وثانيه وخمسه بونت للنادي الاهلي. يعني هما الدقيقتين دول هما خلاصه المباراه. زي ما بقول لحضراتكم جاكسون، وما زلت كده عند رايي ان احنا هنتفرج خلال المباريات الجايه اما يندمج مع لعيب الاهلي هنشوف لعيب مميز جدا. يعني انا ملاحظ ان هو ما بيلعبش لوحده، لا بيلعب ويوزع اللعب يمين وشمال. احنا شفنا محترفين كتير بيلعبوا لوحدهم كانهم هم اصحاب الملعب، انما لا، يعني انا شايف جاكسون بيوزع اللعب يمين وشمال، لعيب فاهم بيعمل ايه بجد. في بطوله مستحدثه بيستحدثها الاتحاد الدولي في البلاي ستيشن مصر ومدغشقر. لسه الكابتن وائل لطفي موجود ومدير المنتخبات وبيشاهد المباراه، فبيقول لي ان مباراه مصر ومدغشقر في الدور قبل النهائي هتتلعب بكره، ودي تحت اشراف الاتحاد الدولي، يعني لعبه بلاي ستيشن على النت. عموما نتمنى التوفيق لمنتخبات مصر في اي اللعبات سواء في الملعب او حتى على البلاي ستيشن. يعني دي بطوله معتمده من الاتحاد الدولي. انتهى الوقت المستقطع. يوسف شحاته هيطلع الكوره. عز فريد يلعبها لابراهيم حجازي. محمد صلاح ويعدي صلاح ويقفل علي سيف، يقطع الكوره ترجع تاني لسبورتنج. وتصويبه بخطا شخصي، خطا شخصي على احمد حمدي، هيستوجب ثلاث رميات حره. دقيقه 39 ثانيه، 5 بونت، 66-61 وثلاث رميات حره لسبورتنج. بيصوب الاولى، بينجح في تسجيلها. أربعة بونت. يصوب الثانية، ما ينجحش في التسجيل. وينجح في تسجيل الرمية الحرة الثالثة. وثلاثة بونت، 66-63. وبيخرج يوسف شحاتة. وبينزل محمد خورشد. وبيخرج البحيري. وبينزل أحمد مهيب.
جاكسون بيعدي جاكسون ويصوب. يا سلام يا جاكسون، يا سلام يا جاكسون. انا بقول لحضراتكم جاكسون بيفكرني فعلا بكابتن هيثم بوقوفه في الهواء واستقامته، ويقطع الكره وسيف سمير داخل، وداخل سيف، وداخل سيف. يا سلام يا سيف، يا سلام يا سيف على الدنك الجميل. 70-63 وادي اللمعات والفنيات اللي هطلع معاها احلى الكلمات، واحنا بنتفرج في اخر دقيقه وبنستمتع باللقاء وبقوه واداء اللعب في الملعب. وتصويبه في سن الحلقه من فوق يلمها احمد مهيب، و40 ثانيه و7 بونت وجاكسون. يا سلام يا جاكسون على اللمحات والفنيات، شوفوا المهارات. وجاكسون ويعدي جاكسون ويصوب جاكسون في سن الحلقه، واوت سايد على احمد حمدي. وقت مستقطع بيطلبه الكابتن وائل بدر، 33 ثانية، 7 ثواني 9 جزء من الثانية، 33 ثانية و7 بونت عفوا. هيطلب طلب وقت مستقطع لأنه أكد هيلعب من المنطقة الأمامية. وهنشوف هنا الدفاعات اللي هيعملها الكابتن أشرف توفيق عشان يحافظ على السبعة بونت في ال 33 ثانية، لأنها هتفرق كتير لما يروح اسكندرية وهو في المجمل نتيجة اللقاءات 1-1، يبقى قدامه فرصة ان هو يعوض، وخصوصا ان هو كان في الترتيب من 1-4، يعني لو احتاجنا للمباراة الخامسة هيلعبها هنا في القاهرة في ملعب الاهلي وفي صالة الامير عبد الله الفيصل. انتهى الوقت المستقطع اعزائي المشاهدين والمتابعين، مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، عشاق كره السله ومحبيها ومتابعيها. ونزل لاعبي النادي الاهلي والكابتن وائل عبد الحي بيستدعي لاعبي سبورتنج وبيساله فعلا هيلعب من المنطقه الاماميه زي ما قلت لحضراتكم عشان يستفيد ويحاول ان هو يخلص ال 14 ثانيه. ولكن هنا دفاعات الاهلي هي اللي هتتحكم، هنشوف هيلعب ايه الدفاعات بتاعته الكابتن اشرف توفيق، هل هيلعب مان ولا هيلعب زون. يعني شايف اهو هيلعب راجل لراجل او مان تو مان عشان يخليه يستهلك ال 14 ثانيه. والكره مع يوسف، وخطا الشخصي على البحيري، خطا الشخصي هيستوجب ثلاث رميات حر. شايف الكابتن اشرف بيقول للبحيري ما كانش له لازمه الفاول ده لان هو شايط، هو اوف بوزيشن، يعني مش هيجيب الكره خالص، يعني خارج الوضع بتاعه. وفي تغيير في صفوف سبورتنج، بينزل عز فريد وبيخرج خالد عبد الرحمن خالد، وهيصاوب يوسف الرميه الحره الاولى، بينجح في التسجيل. 70-64، 70-65، 5 بونت. بينجح في التسجيل، وفي تغيير، احمد مهيب هينزل ويخرج احمد حمدي. والكره مع عمرو، وسبورتنج بيلعب مان من اول الملعب وبيلعب فاول جيم عشان يوقف الساعه. يعني شايف سبورتنج بيلعب فاول جيم عشان يوقف الساعه. وهنا دور عمرو بقى انه يسجل الكورتين، بتفرق كتير جدا زي ما قلت لحضراتكم الرميات الحره وخصوصا في الاوقات الحرجه دي. 25 ثانيه،
بيصوب الرمية الحرة الأولى بينجح في تسجيلها. 5 بونت. هيصوب الثانية بينجح بالتسجيل. 6 بونت. وكرة مع سبورتينج. خالد لأحمد هشام. أحمد هشام بيعدي ويخترق ويوسع لنفسه ويسجل 2:14. وخطأ شخصي، بقول لحضراتكم بيلعب فاول جيم، لازم لعيب الأهلي يباصوا الكرة بسرعة. ولكن 13 ثانية واربعة بونت ورميتين حرتين. هيصوب حاتم البحيري الرمية الحرة الأولى ينجح في تسجيلها. 5 بونت. 73-68. هيصوب الثانية ما يسجلهاش، يلم الكورة. 7 ثواني. واحمد هشام داخل، احمد هشام وينجح في التسجيل. احمد هشام و4 ثواني وثانيتين، ثانيتين ورميتين حرتين للجندي. 3 بونت ورميتين حرتين. يعني لو جاب الرميتين دول ممكن نقول مبروك للاهلي. هيصوب الرمية الحرة الأولى ما ينجحش في التسجيل. هيصوب الثانية، ومهم جدا انه يسجل الثانية، او لو ضاعت ويحاولوا يمسكوها هتستهلك الثانيتين اللي فاضلة. بينجح في التسجيل. 74. 4 بونت. 4 بونت. وبيقول له العب من، وحوط عليه ان هم ما يستلمش الكوره، وفعلا بيقطع الكوره وتصويبه وانتهت المباراه اعزائي المشاهدين بفوز النادي الاهلي 74-70 سبورتنج. مبروك النادي الاهلي كده في مجموع المباريات 1-1. بنقول مبروك للنادي الاهلي الاداء والفوز.